أنا عندي زكاة الذهب أنا وبناتي، وبيت أهلي تعبان هلكان، وجالسة فوق أختي أرملة عندها 6 أطفال، وبغيت يعني اللي عندي ما يكفي، قلت أصير لها البيت بزيادة على الزكاة، هل يجوز؟ يعني ما زاد عن الزكاة صدقة. أيوة، لا أنا صمت البيت بس هل ما كفى اللي عندي، ما كفى لأني ماني موظفة وباقي عليه صيانة شوية، هل أدفع من زكاة ذهبي وبناتي أصين البيت حق بيت أهلي؟ لأني جالسة في أختي إذا عندها كنت يتام. تقصدين إعطاء المال لأختك جازة، سواء كان زكاة مفروضة أو صدقة نافلة، أيوة، يجوز أن تعطي أختك منها. لا أنا قصدي صيانة في بيت أهلي، بيت أبويا وأمي. صيانة البيت، هل يعني صيانة تدخل؟ البيت، بيت الوالدين، أنت امرأة إن شاء أيوة، الله، إذا سلميهم المال في يدهم وهم يضعونه في الصيانة، سلميهم المال في يدهم وهم يضعونه في الصيانة، لا تبدأين أنت بالصيانة إلى مباشرة، لأن الله قال للفقراء والمساكين واعطيه أختك، لا تعطيه الوالد ولا الوالدة.